ممكن اجاوب على كام حاجه اتقالت لي، يعني كذا سؤال يعني اتسال لي وانا عايز اجاوبهم يعني عادي. في واحد قال لي انت بتصور بلابتوب، انا مش فاهم بصراحه ده كان سؤال ولا كان ده اجابه. هو قرار انت بتصور بلابتوب، ما حطش في الاخر انت بتصور بلابتوب. حاضر بصور بلابتوب، انا اسف بصور بلابتوب. لا انا مش بصور بلابتوب، ده موبايل بس انا حاطه ما بين الكيبورد والكراسه، بينزل هنا كده في النص فبيبان كأنه لابتوب كده مايل لفوق. ايه تاني اتقال لي؟ كراتين والاستظراف. يا لهوي يا لهوي على الاستظراف، انت حاطط ارواح؟ لا روح امك، مش حاطط ارواح، حاطط الكمبيوتر بتاعي هو ورك ستيشن عشان كده كبير شويه. كرتون الصودا اللي ورا، الكرتونه بقى اللي قدام دي درمز، حاطط درمز بتاعتي دي كرتونه. فالسؤال بقى كان انت حاططهم ليه؟ عشان انا عايز احطهم، مش عارف انت واخد بالك ولا لا، بس ده دولابي ودي اوضتي، فانا ممكن احط، ممكن انا نفسي اطلع انام فوق هنا لو انا عايز اعمل كده بصراحه يعني. لان انا عايز اعمل كده. ايه تاني؟ كان في سؤال برضه اتسال، معرفش ازاي شافوها الشخبطه، في حد قال انت مشخبط على الحيطه تقريبا في الفيديو، مش فاكر يعني، انت مشخبط على الحيطه. واحد سال لي ايه الشخبطه دي؟ ما عشان كده احنا صغيرين كنا بنتسال، ركز السؤال هتلاقي نص السؤال هو الاجابه، ايه الشخبطه دي؟ شخبطه، ما فيهاش اي حاجه اللي هي شخبطه. في واحدة تانية هنا رسمة على الحيطة، مش عارف دي رسمة ولا عقد نفسية، بس أقرب أميل لأنها عقد نفسية، مقنعة أكتر لعقد نفسية. إيه تاني؟ الدولاب. في واحدة سألتني الدولاب ده مفتوح؟ هو كان مفتوح، يعني هو كان مفتوح، سألتني الدولاب ده مفتوح؟ أخدت تقريبا علامة الاستفهام بتاعت الراجل بتاع اللابتوب، عايز العلامة يا بت، مفتوح؟ فاخدت عليه. في ايه؟ في مروحه، دي اخر مروحتين في العالم، دي كوليكترز اديشن، دي سرقتها من محل عصير قصب. استظراف بقى، انت لسه حاطط مروحه لحد دلوقتي؟ حصل خالص. ايه تاني الحاجات اللي فوق؟ اتكلمنا عنها. في هنا دبدوب، مش عارف ده جه ازاي ومش عارف جه امتى، فجاه لقيته وما اعرفش ده جه امتى. وكتير قوي ببقى نايم بالليل في الضلمه واسمع اي لاف يو، صوته اي لاف يو، ما حدش بيدوس عليه، ما حدش بيجي جنبه، ما حدش بيجي جنب الحته دي اساسا. تقريبا هي دي بقى اللي فيها الارواح. وساعات انا اصحى ما الاقيش التيشيرت بتاعي، ساعات اصحى الاقي التيشيرت على الارض، ساعات اصحى مش عارف. المهم يا ربنا بيستر. ده الموضوع كله، دي الاوضه اللي الناس فضلت تستظرف عليها والناس اللي سالت عليها. شكرا.